نحن اليوم أمام واقع. نعم. هذا الواقع ينبئنا عن سوء فهم لكثير من الفتيات حول اللباس الإسلامي. يضعن الخمار على رؤوسهن، يغطين شعورهن، ويظنون وتظن المرأة نفسها والفتاة نفسها أنها بهذا قد أكملت أمر ربها. فالله تعالى يقول: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. نحن اليوم أمام الواقع. هذا الواقع ينبئنا عن سوء الفهم لكثير من الفتيات حول لباس الإسلام. يضعن الخمار على رؤوسهن، يعطين شعورهن، ويظنون أنفسهن، وتظن المرأة والفتاة نفسها أنها بها قد أكملت أمر ربها. والله تعالى يقول: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. مواصفات اللباس تكلمت فيها الدكتورة لينا، أن يكون واسعا فضفاضا لا يصف ولا يشف، أن لا يكون زينة في ذاته، أن لا يكون لباس شهرة، وأن لا يكون تشبه بالكافرين ولا تشبه بالرجال. أنا أريد أن أقف على اللي تكلمتي أشرتي لها حضرتك، وهي سوء فهم لدى بناتنا. مواصفات اللباس التي تكلم فيها الدكتورة عائشة أن يكون واسعا وأن لا يكثف ولا يكشف، وأن لا يكون زينة في ذاته، وأن لا يكون تشبه بالرجال ولا تشبه بالكافرين. ما يجري في واقعنا يساعدنا على تقديم الحلول لبناتنا ودعمهن في هذه المرحلة، مرحلة التحديات الخطيرة، ومرحلة إثبات وجودهم الإيماني ووجودهم مستجيبات على تقديم الحلول لبناتنا ودعمهن في هذه المرحلة تحدية خطيرة، ومرحلة إثبات وجودهم الإيماني ووجودهم مستجيبات لله عز وجل على مستوى أزيائهم وعلى مستوى حتى شكل التحرك في المجتمع. إذن المختار المشاهدة، إن كنت قد مشيت في الطريق الهجاء المكاتب خطوة، فأكمل هذه الخطوات بسم الله تعالى سنعود إليك. هذا ما سمينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.